مشاهدينا متابعينا. اي والله محمد كانت من اجمل المباريات، ونتمنى اليوم ونحن موعودين حقيقه بمتعه ما بين ليفربول هنا في الانفيلد امام ويست بروم البيون ضمن الدور الرابع من الاف اي كاب. اذا هي من المباريات القليله جدا ان تجد مباراه من طرفي يتواجدان على مستوى بطوله البريمير ليج كما هو الحال في الدور الرابع، لانها مباريات قليله جدا. يعني عندك ساوثهامبتون واتفورد، لديك هذه المباراه، ولدينا ايضا مباراه تشيلسي ونيوكاسل. المباراه رغم عوده ايضا اندرسون على مقاعد الاحتياط ملعب والسبابة هنا لغانا. الله محمد صلاح، فيرمينيو يا سلام، مرت على بو صلاح، وبعد ذلك يأتي فيرمينيو ليسجل أول الأهداف بصورة بلقطة جميلة من فوق حارس المرمى. فوستر لعبها بصورة ممتازة ولدينا الرد. الله يا هذا التعادل يأتي لدينا. لا اليوم احنا مش خالصين، لدينا كرة ممتازة جدا. روديغير يسجل هدف التعادل بطريقة احلى، بطريقة اجمل. هنا الضغط حتى وستبروم، كرة الان في جهة اليمنى، محمد صلاح يلعب الكرة العرضية لكنها مرت من امام سيدو ماني الى خارج ارضية الملعب، مطالبة بركلة او ركلة زاوية، لكن هنا شوف تستمر سلسلة الانتصارات الى لقاء توتنهام. كرة بالجهة اليسرى خطيرة، نفسه انه روديغير يسجل الهدف الثاني لمصلحة ويست بروم. شو اللي جرى؟ شو اللي قاعد يحصل لدينا هنا في الانفيلد؟ ليفربول قاعد يلعب بمهاجمين، لدينا فيرمينيو للتعادل لكنها بعيدة تماما الى خارج ارضية الملعب. هل يطيح ويست بروم؟ امريكان يحاول والكرة إلى حارس المرمى. اليوم ليفربول اف اي كاب، بعد ذلك السيتي، وهنا لدينا جيبس يسدد إلى خارج أرضية الملعب. في الدوري راح يلعب معه، لا زال يستقبل ليفربول. هنا محاولة للتعديل لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. ما يقولون جبناك يا عبد المعين تعين يا فاندي. نتابع كرة تنفذ القام الثاني، خطيرة الثالث يأتي لمصلحة ويست بروم عن طريق داوسون. شو اللي قاعد يصير؟ شو اللي حصل في الانفيلد؟ ماذا حدث لليفربول؟ لماذا الكل يرى يتفرج ينتظر؟ شوف 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 هنا داوسون ارتقى، الكل واقف، الكل طالع، الكل يناظر. هذا بعد يعني هذا الهدف الثالث الذي تم عدم احتسابه. يصحصح، لا تأشر، لا تقول له شوف الفيديو، ترى فيها بطاقة، ترى فيها بطاقة. لا راح يكلم يا أخي لا تحكم. إذا كل شوي فيديو لا تحكم، خلي الموضوع فوق. هذه الكرة، هل تعادل؟ فيرمينيو تعادل، ما قلنا أبو صلاح، ما قلنا أبو صلاح يا فيرمينيو يضيع ركلة جزاء جدلية، مباراة جدلية بقرارات منهم، لكنه لا ينتصر في الاف اي كاب. هنا لدينا مورينو الكرة العرضية، هنا أبو صلاح، الله مر حده، لا زالت الخطورة. فيرمينيو يا أخي استح، يا أخي استح، أكثر من كرة من أبو صلاح يهديك ركلة جزاء خلاك تسدد هذه الكرة الماضية. ليفربول الكرة التي تلعب عالية أمامية خطيرة، مرمية غالبا ما يتقدم ماتيب. هنا الكرة في الجهة، الله على تسديدة قوية من ألكسندر أرنولد لكنها وصلت إلى حارس المرمى. واحد على واحد، واحد على واحد، يمر ولا يمر تسديدة محمد صلاح
إلى خارج أرضية المرمى لمصلحة الله. السلام موجود، خطيرة، يسدد، جول، الله، سجل ويست بروم ألبيون ثالث الأهداف. ولا خايف يطلع لنا فيديو؟ خلونا مع الفرحة، خلونا مع الهدف الثالث لمصلحة ويست بروم. داوسون لعبها الكرة ممتازة ممتازة ليفربول. لدينا محاولة مع فيليبس البداية في الشوط، الله، لعبها بطريقة مالية. الكرة تنفذ بهذه الطريقة، وصلت إلى لا رايو تسلل هالمرة أيضا داوسون، ايضا يروح مهاجم. على كل هذه الاهداف اللي غير محتسبه الى محمد صلاح، يحاول في الجهه اليمنى فيرمينيو، لمسه، تدخل برافو ايفنز قبل ذلك، هناك صافره بوجود الكره تنفذ، الكسندر يسدد في الحائط البشري، تتحول الى ركله زاويه، تتحول إهمية. مات فيليبس معاه ماتيب، مات فيليبس، فيليبس يحطها كاملة، يقدر يلعب الكرة الأمامية الآن، خطيرة، محاولة، إيفنز، تدخل من فوستر، عادت من إيفنز، يخلص الكرة من مناطق ويست بروم أمامية. رودريغيز، فيرمينيو موجود، كرة في الجهة اليمنى، أبو صلاح يحاول من أمام الكاميروني لكنها إلى خارج أرضية، وصلت لصلاح، محاولة لتسديد الكرة الأمامية، هو فوكسر يعني بحركة أن الكرة مرت وذهبت إلى خارج أرضية اليمنى. الكرة الخطيرة من نور، تصد الله على ميلنر، ومن ثم كرة فوستر أيضا يتصدى، صاحب ال 34 سنة يقدم مباراة كما ذكرت. اليسرى محاولة خطيرة، الله، فوستر، الله، ماذا يفعل هذا الفوستر؟ بن فوستر يا اخي، هذا عمره 34 ولا 19. اليمنى خطيره، دانييل إنز يحاول في الجهه اليمنى، تدخل ياتي من محمد صلاح لكنها عادت، وصلت الى حارس المرمى وداي كل موجود، ضغط يحتاج الى عمل اكبر. بصلاح، الله، يسجل محمد صلاح هدف تقليص النتيجة عند الدقيقة 77 لمصلحة ليفربول. الآن يأتي محمد صلاح، أخيرا يسجل بصلاح لليفربول الكل.